دولة في قلب دولة وحكومة داخل حكومة، تعريف لربما كان كفيلاً بتصوير المشهد في إيران، مشهد حول فيه النظام الإيراني هذا البلد إلى جمهورية للرعب يتحكم بها وحش تحت مسمى الحرس الثوري، قوة أصبحت بعد قرابة 4 عقود لاعباً أساسياً داخل إيران وخارجها، فيما أضحى فساده مثل النار الذي يفيض ويغرق كل شيء. أنشئت هذه القوة بذريعة الدفاع عن البلاد والمساعدة في حالات الطوارئ، لكنها سرعان ما تحولت إلى آلة تدميرية تدعم عسكرياً المنظمات الإرهابية في مختلف بلدان الشرق الأوسط، يضاف إليها إنشاء قوة القدس التابعة للحرس الثوري ومشاركتها في الأنشطة المالية المشبوهة ولعب دور في قمع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها إيران بين الحين والآخر رفضاً لهذا الواقع. I've ordered a complete strategic review of our policy toward the rogue regime in Iran. إذن هي خطورة تنبه لها المجتمع الدولي برغم الحرص الإيراني على إظهار خلاف ذلك عبر خطوات دولية لوقف هذا المد الذي تسعى إيران إلى تثبيته من خلال فرض إرادتها على دول المنطقة خدمة لمصالحها. خطوات استندت على دلائل دامغة وتقارير رصينة كشفت عن تورط الحرس الثوري بصفقات فساد مالي عمقت حالة السخط لدى الشارع الإيراني.